والله مشروع النظافة شغال بقاله 6 شهور من شهر يناير. نتمنى ان المشروع يستمر لما لمسناه فيه من تطور وتقدم في البلد ومن نظافة البلد. في متابعة من المشرفات البيئيات المثقفات بلف على البيوت وبدي توعية الحريم اللي في البيوت وبوزعوا عليهم كاس بلاستيك اللي مفاهد القمامة بتاعتهم ومتابعين حاجة يعني. وإحنا المثقفات البيئيات من خلال زيارتنا للربات البيوت حسينا بفرق وبنسألهم برضو حسيت بفرق وهم مبسوطين طبعا من هذا المشروع العظيم. تعرف ان المشروع لم الزبالة ده بيحمي من امراض كتير من الطفل الصغير للكبير طبعًا زي البلهارسيا والوباء بتاع الصيف ومشروع ناجح. هو وفر فرصة عمل لبعض الشباب اللي هم ما كانش لهم اي عمل خالص، فهذا المشروع بيدير عليهم ربح كويس خالص وشغلانه بيشتغلوا فيها. استفدت كتير قوي، استفدت المرتبات الحمد لله 600 جنيه وبنقبضهم كل شهر وكل يوم بنطلع نشتغل وبننظف البلد بتاعتنا. نظفنا البلد والموضوع اتغير، البلد كانت كلها زباله ونظفناها عشان صحه الاطفال وصحه الكبير قبل الاطفال برضو نظفناها يعني. كنت اول قاعد ما فيش شغل، فما جيت عملت مشروع النظافه فتعينت، فربنا كرمنا فكانت البلد حالتها تعبانه فمسك شارع كبير. الحمد لله انحب الله هذه القريه هذا المشروع الموعد من صندوق الاجتماع للتنميه ليحول البلد من بلد ما كانش فيها نظافه خالص الى بلد نظيفه نظافه تامه، وتم التعاقد مع العماله اللازمه للمشروع اللي وفرت 156 فرصة عمل، 83 ذكور و73 إناث. 156 فرصة عمل من عمال نظافة لمدير مشروع لمحاسب مشروع لسكرتير مشروع ل 95 عامل نظافة، وزادوا 34 يبقى 129 عامل نظافة، لاثنين مشرفة على المثقفة البيئية، ل 14 مثقفة بيئية، لاثنين محصل، لاثنين سائق.